أولا إحنا في تقديرنا بأنه الأحزاب التقليدية الآن هي حالة شبه منتهية وفي مرحلة احتضار سياسي، لذلك بأنه المستقبل لولا المقاطعة وحتى في هذه المرحلة الانتخابية وحتى في هذه الانتخابات كان انتشت الأغلبية بشكل واضح عنه، ولكن عدم ثقة المواطن بالنظام السياسي جعلته بأنه يعزف عن الانتخابات. ثانيا أعتقد بأنه المشترك بيننا بأنه جميع المستقلين هم انتخبتهم الناس الناقمين على الأحزاب التقليدية، وقلت لك لولا المقاطعة كانت الأغلبية بشكل واضح عنه. فهذا الموضوع بأنه حتى البيئة وحتى الوعي الآن اختلف، يعني ماكو بيئة ثابتة ولا وعي ثابت. الوعي الآن اتقدم ونما بشكل كبير بعد ثورة تشرين، وهو متجه لانتخاب الأحزاب الجديدة والناشئة التشرينية بشكل كبير. فقصت بأنه البيئة ثابتة أو الموضوع ثابت أو بأنه حالة سياسية ثابتة، دوام الحال من المحال، وهذه سنة الحياة بأنه كل شيء متغير وهناك جديد قادم، وهذا الجديد يبشر بخير ويحقق كل طموحات وآمال شعبنا. طيب إشراقة كانون، اجتماعكم قبل 4 أيام بالمدينة القاسم بالحلة دعوتوهم وما جوي، اليوم باجتماعكم بالنجف دعوتوهم وما جوي، واحنا نعرف على الأقل متطلعين إشراقة كانون 6 شخصيات ثقيلة محترمة مؤثرة، لو مقتنعين بيكم كانوا انضموا لكم، بس دي يشككون بتجمعكم. لا كانت حاضرة في كل، وين حاضرة؟ كانت حاضرة في كل الاجتماعين إشراقة كانون. اليوم حاضرة موجودين؟ حاضرة في كل الاجتماعين. اليوم؟ نعم. اجتماع القاسم. نعم اليوم عندهم مرشح. تفضل. كانوا حاضرين نعم. كانوا نعم. حاضرين في اجتماع القاسم واليوم. ولكن قلت لك بأنه الأمور بعدها في حالة يعني استقطاب، في حالة تحاور، في حالة نقاش. ولكن عموما الوضع يبشر بخير هسه مع إشراقة كانون أو بدون إشراقة كانون. احنا نعتقد بانه حتى حاله تشكيل الحكومه راح تفرز ناقمين عن الحكومه، فموقعهم الطبيعي هو راح يكون يعني في المعارضه الحقيقيه اللي نتبناها اليوم.